روح وخذ لي صور لابو صالح ابشر بزك قبل ما يروح ابشر بزك باقي ما انا بدي لابو صالح اجل شوي خلنا باخذ قبل ما يروح ابو صالح صوره وخلنا ناخذ صوره جماعيه اخر منك لا بس به هنا عشان اخذ له باك جراوند تكفى لا يجي واحد طوال جنبي تعال ابشر بزك ايوه بس اللي قطع 10 هذول الربع سوي كذا ايوه الشاس الطويل خلهم يجي ناظره ناخذ حرف يو هلا ابو سليمان يا ربي خلوا جنبنا لا 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 كل واحد يمشي بيها يا الربع شوف ابو حاتم جنب ابو سليمان شوف حبيبي ابو حاتم جنب ابو سليمان خليك جنب ابو صالح يا ابو عشان الدببه تطيبوا اي والله يا سلام ابو صالح تعال هنا مكانك تعال ابو صالح تعال 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 جنب احمد تعال عشان اكشف لك ابو عبد العزيز ايش بالك انا ملي ايش بالي ما في احد ها انا مصور انت الدكتور تصريف يا ابو عبد العزيز انت الدكتور عندك كورونا هاي لا رمته ايوه جنب حبيبنا راعي العيد راعي العيد حتى العين ابن حال انا شغلت يا ابو حاتم خليه تكتك يا اخي بيض الوجه وجهك ابيض ما يحتاج نضبطه فيما بعد ازهله يقول زود الاضاءه يقول غدا نصير حلو كلك حاله يلا جاهزين قرب شوي ايوه بس كرشه اسحب الشفاط ايوه واحد لا قلت ثلاثه اشفطوا واحد اثنين ثلاثه انا ما شفت شيء ما عندي شيء نشوف اي لا ابدا احد قال جريش 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 لا سلام الله فريح اليوم صور عاد كل واحد الحالة اوه الحين بياخذكم بالحاله خذ ابو صالح بالحاله اخذته اي اخذته وهو واقف وهو جالس وهو منسدح كلش نايم صاحي وهو نايم كلش كلش خلاص الله يحفظك يلا خذ ابو سليمان تكتك ابو سليمان ابو سليمان خلصت والله باقي تكتك ابو سليمان اليوم اليوم اليوم